السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل. اليوم نقدم لكم تحلية باردة بدون فرن بنكهة القهوة، كتجي أكثر من رائعة بكريمة رائعة جدا سهلة التحضير في ساعة كتوجد. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم، ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد. ودابا نخليكم مع المقادير. إذا بالنسبة للطاعات الباردة اللي كتجي أكثر من رائعة، بالنسبة للكريمة الوجدة معكم هي الأولى، كنحتاج نصف لتر من الحليب، أي نوع من الحليب سواء كامل الدسم قليل الدسم، يعني اللي متوفر عندكم واللي كتستعملوه. عندي نصف لتر من الحليب، عندي هنا 3 ملاعق ديال النشا او المايزينا يكونوا عامرين مزيان مملوئين مزيان، عندي هنا 3 المعالق ديال السكر حبيبات، وكتبقى على حسب الذوق كتزيدوا او لا تنقصوا. حاجتي بصفار بيضة، غادي نحتاج للصفار فقط، وغادي نسم هاد الكريمه ديالتي بالقهوه سريعه الذوبان. تقدروا ديروا حتى الكابوتشينو الى تهيه كتجي فيها زوينه. وكذلك غادي باش نزيدها قوام كريمي غادي ندير هذا، يعني اي نوع ديال الفرماج يكون كريمي. انا استعملت هذا، يمكن لكم تستغناو عليه وتستعملوا فقط ملعقه ديال السكر، ملعقه زبده عفوا. هاد الكريمه نفسها كنت خدمتها معكم في واحد لاطارت ديال لي فروي ديال البرتقال، كتجي حتى هي رائعه. نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف. على بركه الله نبداو ان شاء الله الكريمه ديالنا. اذا في كاسرون كنحط شويه فقط قليل من الحليب، وغادي نضيف لي صفار كيف ما سبق لي ذكرت، صفار فقط. الصفار فقط نضيف السكر حبيبات، نضيف هذا المايزينا او النشا كما سبق لي ذكرت 3 ملاعق، يعني نشوفها مع بعضياتنا 3 ملاعق تكون يعني عامره مزيان ثم مقببه. 1 2 هي راه هي الثالثه، هي تكون عامره مزيان، خصوصا غادي نضيف ليها الياغورت، منبغيهاش تسيح ليا ولا تبقى قابطة راسها. نحرك هادشي مزيان، تنحس انه ديك مايزينا او النشا مبقاتش دايره حبيبات، ضروري تحركوها مزيان. بالنسبة للنسكافيه او القهوة سريعة الذوبان والياغورت حتى نزولها من العافية، هذا غادي نضيفهم ان شاء الله. صافي هي دابت، دابا غادي نضيفو باقي الحليب. هاد الكريمة كتجي رائعة، افضل من يعني كريم باتيسير بودر مع الحليب والسكر اللي كتجي بنينة عليها. غادي نضيفها فوق، غادي نحطها فوق العافية ومع التحريك من طبيعة الحال باش ما تحرقش لينا من التحت، حتى نشوفوها عقدت لينا ونتلاقاو بإذن الله. اذا من بعد ما اختارت، هانتوما كتشوفوا باقي كدير دوك الفقاعات، كنزولوها وهي باقا سخونه، كنضيفوا ليها
قهوه سريعه الذوبان، حركوا مزيان باش تذوب. شوفوا كتذوب انها باقا سخونه. كذلك غادي نضيف الياغورت هكا هو باقا سخونه بطبيعه الحال، كما سبق لي ذكرت انه اختياري، يمكن لكم تضيفوا فقط ملعقه ديال الزبده باش يكون داك القوام كريمي. صافي ها هي دابا الكريمه ديالتنا بنكهه القهوه، كتجي رائعه في المذاق، رائحه دابا كتعطي ديال رائحه القهوه رائعه. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها الثلاجه التبرديه بين ما نوجد البسكويت ديالي. اذا بالنسبه للبسكويت كتاخذوا اي نوع ديال البسكويت، سواء هاد الماركه يعني هكايا او لا بالكاكاو، اي نوع كتحبوا الا متوفر عندكم. بالنسبه لي غادي نخدم في هاد الطاسه، قلت لكم ديروا المول، انا عندي المول اللي عندي كبير شويه غادي نخدم في هادي، يعني نتوما على حساب العلو ديال الحلوه كيف بغيتوها نتوما كتحكموا فيها في هاد الطبقات. عندي هنا قهوه سريعه الذوبان، دوبتها في شويه ديال الماء. صافي غادي نبدا على بركه الله نستف البسكويت ديالي وانا كنغطس في القهوه. صافي من بعد ما درت البسكويت هنايا غادي ندير واحد الطبقه من الكريمه، ما باقي ما شدش ليا راسها، غادي ندير واحد الطبقه. يمكن لكم تخليوها تبرد على هكا، غادي نوزعوا واحد الطبقه كتبقى لكم يعني اختيار، بغيتوا طبقه غليظه ديال الكريمه او رقيقه اللي حبيتو. غادي نكمل هاد الطبقه ديال الكريمه وغادي نعاود ندير عاوتاني طبقه ديال البسكوي وغادي نستمر حتى نكمل طبقات كاملين. كنستمر في وضع الكريمه في الطبقه الاولى ثم كنقاد البسكوي ديالي، يعني اي نوع البسكوي، يعني حتى بالنسبه للنكهه يمكن لكم تبدلو. بالنسبه لي انا هنايا كندير البسكويت ديالي في القهوه بحكم انا وعندي الكريمه بنكهه القهوه، يمكن لكم ديروا فقط الحليب كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم حتى الكريمه يمكن لكم تبدلوا النكهه ديالتها، يعني ديروا نكهه الفريز، نكهه الفاني، نكهه الشوكولا، اي ذوق يمكن لكم تديروه، اي مذاق كتحبوا وكيحبوه وليداتكم. صافي كنستمر على هكا حتى كنكمل البسكوي اللي عندي وكذلك الكريمه اللي عندي. صافي هي من بعد ما كملتها غادي نغطيها ونحطها في الثلاجه حتى تقبط راسها مزيان ونتلاقاو ان شاء الله في التزيين. اذا ها هي الكيكه كيفما كتشوفوا بردات، انا خليتها في الثلاجه مده طويله حتى بردت ليا مزيان. بالنسبه اللي بغى يحطها في شي صحن تقديم غادي يقلبها في صحن تقديم مباشره، انا حيت غادي نقطعها غادي نقلبها فقط في هذه القطعه. بسم الله. صافي كنقلبها في القطعه ديالي كنخبطها شويش باش تهبط ليا، قد ما خليتوها في الثلاجه راه مزيان
باش تبرد وتقبط راسها مزيان. صافي كنزولوها، وها هي على الطاس عندي رطيبة وقابطة في راسها نفس الوقت. دابا غادي نمرو للتزيين ديالها. دابا بالنسبة للقناش، عندي قناش يعني ساهل، عندي كمية من شكلات الكحل ذوبتها، غادي نضيف ليها واحد ياغورت صغير، اي مذاق كتبغيو ماشي مشكل. نخلطوه مزيان كما كتشوفوا كيزيد لمعان ديال الشكلاط. صافي وهذا باش غادي نغطي الحلوه ديالتي من الفوق. غادي نستمر هكا نزوقها بالموجود ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديالنا البارده، كتجي رائعه في المذاق، صدقوني انها طارت كتستحق التجربه. بالنسبه لي انا خرجت لي هذا القياس 12 مورسو بحال لي ترونش ديال لي طارت. قلت لكم تحطوها عائليه في صحن التقديم، كيبقى لكم الاختيار. نوري لكم من الداخل كيف كتجي، هي كتجي رائعه. انا زدت رشيتها رشه خفيفه من الفوق بالكاكاو الحلو، يعني لمسه اضافيه وصافي. كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا شكلاط محكوك، ديروا كاوكاو كونكاسي من الفوق. مهم انها كتجي رائعه بنكهه القهوه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم.